جميلة، نجمة لمعت في الإعداد الإذاعي والتلفزيوني، ولمعت في كتابة للدراما الإذاعية، ويكفيها سعادة كتابتها لمسلسل مول الهوايل مع النجم الكبير عبد الحسين عبد الرضا، زميلتنا الجميلة اللي دائما منورتنا قبل ومنورتنا اليوم في غبقتنا، غبقة الحمراء اللي تشرفت جدا في لقائها أميرة نجم الكاتبة، حياك الله. بعد قلبي لولو، أنا سعيدة وايد إني أنا بينكم. عموما أبي أبارك ما تبقى من الشهر لكل مشاهدينا، وبارك لكم، وانا سعيده اني انا معاكم. كل عام وانتم بخير اميره، وانت اسم على مسمى، انت اميره وهم لامعه ولمع نجمك اكثر في 20 حلقه من مسلسل مول الهوايل. شنو رده الفعل بعد هذه الحلقات الجميله اللي قاعد يستمتعون فيها المستمعين في اذاعه الكويت؟ اليوم لما امشي في اي مكان، لما يجيني اي مسج، لما يجيني اتصال يبارك لي، احس بفرح ما ينوصف. الحمد لله الكل حابه والكل مستانس، وجبه شي خفيفه صغيره تنعرض على اذاعه البرنامج العام، مدتها تقريبا 15 دقيقة، ما تخلو من الكوميديا اللي تعودنا عليها من العم بوعدنان وداود حسين وهدى الخطيب ومحمد رمضان، الكل قدم وجبة وايد حلوة حق إذاعة الكويت. أنا مستانسة ردة الفعل والنجاح، وقاعد حصده بيناتكم الحين، أنا بينكم اليوم، أكيد أنتم جايين تباركوا لي هالعمل ونجاحه، فأنا وايد سعيدة. إحنا مستمتعين بالنجاح هذا، وما شاء الله عليك حتى مقدمة المسلسل مع مطرف المطرف بالضبط سويتيها انت، مسويتها كلها، يعني ما شاء الله عليك نجمه لامعه. بعد قلبي ابي مدام ذكرنا نجم الشباب مطرف المطرف لازم نشكره، لان ونشكر عمي بعدنان، اجتمع الثقل واجتمع الفن. نعم، لان اليوم مثل ما دعمني انا كشابه، هم هذا الدعم حق مطرف المطرف، وايد حب صوته، وايد حب، يعني وايد حبه وايد حبه، لدرجه ان عقب الاغنيه طلب فلاش الاغاني مطرف. تستاهلين والله، تستاهل يستاهل مطرف. وانت تستاهلين هذا الدعم من الاستاذ بعدنان. الكالوس كان وايد حلو، تجمعوا كلهم غنوا الاغنيه بطريقه وايد حلوه. نعم، فما ادري، بس يعني انت اللي منتجتي اللقطات اللي شفناها اللي السوق والاغنيه تتزغ المقدمه. إيه، انا ومع المونتير ياسر اوجه له تحيه. نعم، حرصك على هالتفاصيل الدقيقه والخطوه الجديده اللي سمعنا عنها، الانتقال الى الشاشه الكبيره، يعني انتقال الى شاشه التلفزيون. تحولين المول الهوايل الى مسلسل ان شاء الله. انا والله تلقيت الدعم وايد من مسؤولين الوزاره، على راسهم استاذ طارق المزرم، الشيخ فهد المبارك الصباح، سعد الفندي، مسؤولين الوزارة وايد دعموني. هالدعم هذا اللي قاعد أحصده، النجاح اللي قاعد أحصده من بعيون الكل وبردة فعل الكل وكل المتابعين، إن شاء الله يا رب، يعني الخطوة الجاية إن شاء الله تكون بفضل بعد دعمهم، إن شاء الله يا رب. أكيد حلو، كلنا متشوقين ننطق المسلسل. أنا يعني قاعد أسمع منه كم حلقة، في حلقة اللي يتكلمون على يمكن المطاعم الشعبية بالكويت، بالضبط قاعد يشرح فيها العم بعدنان شلون ممكن تروح وتنتقل داخل المطعم وتشوف اللي داخل المطعم، هل فعلا هم اللي قاعد يقومون ومودي يدته وياه المطبخ. آخر شيء طلعت ميتة. بالضبط، يعني مثل هذه المواقف. هذه المواقف أميرة شلون كنتي وانت تكتبينها، ولا هل إضافة من العم بعدنان؟ إضافة من العم بعدنان. أنا الشخصية حاولت أكتبها بروحي، هو مثل ما هو يبي بشخصيته. نعم. بطريقته. نعم. أنا خوم تابعتها من كنا صغار. إيه. فيعني كنت ألاحظ أصغر الملاحظات وأحاول أكتبها بطريقة تناسب العم بعدنان، والحمد لله هو يزيد بهاراته هذه. نعم، لابد منها. نعم، يمكن بالحديث عن العملاق أكيد بعدنان وتعاونك معه، أنت كشابة أبدعتي ولمعتي ونجمة اسم على مسمى. قلبي. ودنا نعرف التعامل مع أبو عدنان، خبرته شلون تعاملتي معه، شنو كانت ردود الأفعال، شنو تعلمتي منه؟ تعلمت وايد لولو، وايد وايد، يعني كنت طالبة صغيرة والله العظيم، أمسك النص وأروح لكذي خايفة وايد، احتواني، كنا نقعد مع بعض ملاحظاته على كل شيء ودقق على كل شيء. أنا خذيت دورة مجانية في الدراما عند عمي بعدنان. الله حلو، دائماً والله العظيم. إنزين، اليوم بعد عرض العمل الأميرة، اليوم 20 حلقة من هذا العمل، في تواصل مع العم بعدنان، قاعد تشوفين ردة الفعل وياه، كلمين عن هذا. كان في بعد كل حلقة لازم يدق علي ويدق على المخرج، أوجه له تحية أسامة مزيعل، يدق علينا دائماً يعطي ملاحظة. هو شوي كان متضايق من الموسيقى،
اللي وقت ما يب لا موسيقى الفواصل يبي الحوار يكون اكثر تونس احنا استمتعنا فيها الاغنيه حلوه تجمع يعني كتبها ولحنها الملحن فهد الناصر نعم. كانت وايد شيء وايد حلو بدع حلوه الميوزك كانت حلوه نبي نتكلم عن الجديد مع ابو عدنان او من على صعيد الدراما او الاعداد عقب هالعمل وعقب هالنجاح او اقول لك بعد شنو التقديم يمكن ما يندرى عندك التقديم في خطوه من انير نجم تنتقل تصير مذيعه بعد ان شاء الله ان شاء الله حط ببالك هالفكره ان شاء الله بفضل دعم المسؤولين ان شاء الله يا رب هذه الخطوه كانت موجوده من البدايه نعم بس انا اجلتها وحتى المسؤولين اجلوها لان اليوم احس الاعداد كثر ما تعمقت فيه وكثر ما تثقفت فيه لما تطلع اليوم على شاشة مثل شاشة تلفزيون الكويت وتكون قادر وقد هالثقة نعم. فأحس الإعداد يعني أضاف لي وايد وتجربة هالسنين إن شاء الله أقدر أطلع وأقدم شيء وايد حلو إن شاء الله أما بالنسبة حق الدراما التلفزيونية لولو ودي أكتب تلفزيون إن شاء الله إن شاء الله منتظرين منتظرين عملك الممتع أبدعتي بالأعمال اللي قدمتيها كلها حبيبتي. فعلاً شهادت الكل وشفتي ردود أفعال الناس أكيد بعيداً عن يمكن مسلسل مول الهوايلة بالحين الأنشطة اللي قاعد تقومين فيها بشهر رمضان عندك برامج ثانية ولا على المستوى الاجتماعي شلون يومك قاعد يمر بشهر رمضان بشهر رمضان أنا مرتاحة هالسنة ما عندي ولا شيء ما تطبخين سؤال مثلا انا عارفه اطبخ والله اعرف رمضان حتى اللي ما يعرف ندش احنا نجرب حلو حلو بس لا والله العظيم هالسنه انا اسفه يما والله ما دخلت المطبخ لا بعد قلبي الله يحفظ الوالده نوجه لها تحيه امي حبيبتي الله يحفظها انت قاعد تشوفين الحين ان شاء الله دائما اكون رافعه راسك في كل مجال اكون فيه لان انا اليوم من النجاح اللي انا فيه بفضلك بفضل دعائك بفضل دعمك وبفضل ابوي الله يرحمه الله يرحمه فان شاء الله يا رب اكون دائما قد هالثقه ودائما ارفع راسكم تستاهلين انت هالثقه اميره لكن قولي لنا عيا شنو دام ما ادش المطبخ شنو النشاط اللي تسوينا عيا برمضان الله يحفظ الوالدة أكيد والدة أميرة نجم نوجه لها تحية تابعين الأعمال الرمضانية مو بس مو وايد أتابع بس أنا ماخذ استراحة العبادة أكثر شيء يعني هالشهر هذا حاولت أتفرق وايد حق العبادة وحق نفسي وحق الجو العائلي وبيني وبينكم قاعد أفكر بالجديد لأن أنا اليوم مسؤولية كبيرة ويعني العمل مع عمي أبو عدنان حطني في مسؤولية وايد كبيرة وايد عادة فإن شاء الله إني العمل الجاي والشيء الجاي شيء وايد أحلى وايد أحسن بفضل دعمكم ودعم المسؤولين أمتعتينا بهاللقاء الجميل وبهالوجه البشوش يعني ما شاء الله عليك أنا شاعتي فيها مجروحة زميلة من زمان ونفتخر فيك يعني بنت كويتية وقدرتي أيضا تضعين بصمة لكتابة الدراما الإذاعية والحين إن شاء الله نقول مستقبلا تلفزيونية مشكورة عاش من شاف هالوجه السم واستمتعنا بيناتكم الشرف شرف أكون معاش تحديداً أنت وعبد الله حبيبتي شرف لنا استمتعنا جداً بالحديث معك أميرة نجم تفضلي أبي أشكر هديل أشكناني على هالدراعة الحلوة وأشكر هبة هبة دائماً تمكيج حبيبتي أكيد هديل نوجه لها تحية تصاميمها جميلة جداً حبيبتي. وهذا إبداع بنات الكويت صدق إبداع يعني يمكن أنت بنت الكويت وفخر الكويت وكل بنات الكويت ما شاء الله مبدعين بمجالاتهم كل الشكر لك أميرة نجم على وجودك معنا اليوم مشكورة أنا سعيدة وايد وإحنا أسعد وننتقل مشاهدينا الحين شنو عندنا عندنا لقاء ثاني أو نبي نسمع خلينا نسمع أغنية مسلسل مول الهوايل مول الهوايل ونرجع نكمل معاكم